صباح الخير، صباح النور، صباح الانوار. عرفتوا درنا واحد الخطه اللي راهي ولد الهام ما تخريش الميه. هاي يا الهام. عرفتوا البنات الدراري الصغار يعني عاوتاني طفى ديما انا كيحصل ان الدمعه كنتعطل. كي دايرين البنات بعدا خلوني نسلم عليكم على خاطري. كي دايرين هانيين اموركم مزيانه وانتم على خير احوالكم الحمد لله. المهم حنا خارجين غادي نقضيو واحد الغرض، انا غنشرح لكم كل شيء في الطريق. الله يا ربي الله بلاتي ندوزو للمرآة. المهم البنات عمركم ما شفتوا بنت خويا، نتوما غتشوفوها ان شاء الله في هذا الفيديو. دايرين ليها عيد ميلاد حيت جات عندنا ونيت عيد ميلاد هو، قلنا زعما نديرو حيت عمرها ما دارت. هاكي التليفون حيت عمرها ما دارت زعما عندنا، قلنا غادي نخرجوا نشريو لها شي حليوه. الوقت باش نصاوب لها انا الحلوه ما كاينش نهائيا، غادي نخرجوا نشريو لها حليوه ومن منها غادي نمشيو نديرو شي كافيه انا والهام ونجلسوا نتحدثوا. شحال هذه ما خرجنا الى صغيره الزمان والله العظيم نرجع لحريتي. الى مسكينه بعد فكات من ولادها خلاتهم من ماما الفوق فرحانه، وانا الله يا ربي الله الله يا ربي عاد غادي نقول الحمد لله نخرج نستنشق الهواء. ايوا صافي خصكم ماني دايره غير فيران لافلي هكايا بطبيعه الحال. انا كنموت على العكر، شي حاجه سميتها العكر صالحه صالحه العكر العكر صالحه يا كائنات. المهم بالنسبه للحجباني هذا الميكرو بليدينغ اللي دايره بقى ما كاملش، بقى تابعني حصه واحده اخرى ان شاء الله نكملها وتشوفوا النتيجه النهائيه. وبالنسبه للبيروك راني ديته للبنت وقلت لها صايبيه ليا البيروك باش نولي نديرو هكا الا بغيت نخرج ولا بغيت ندير شي تصويرات للانستغرام بطبيعه الحال. يلا الهام هوني با. عرفتوا البنات واحد الصهد واحد الصهد ما شاء الله ما شاء الله على الصهودات كاينه في هاد النهار وهاد الايام كاع كامله. يا كإلهام شو إلهام اش دايره؟ إلهام دايره قبعه وخارجه من باب واسع. غادي نمشيو نشربو شي عصير نبردو على قلوبنا، بعدا عاد ندوز للباتيسري نشوف اش غناخد وعاد نديكم معايا باش ناخذ داكشي ديال النفاخات وداكشي. كإلهام الا ما قادرش باش نزوقها، الا ما قالت لك الصح قتلها ما قادرهش دوي ما بقاش عندها مسكينه الجهد باش تهضر. ايوا الله يرحمنا راه اللي جات كتقضي علينا. هذه هي لا غين دو لا غين دو بلي شفتوها، ولكن ما غاديش ناخذ منها، غناخذ من لي كاتسوريز عندي صاحبتي تما لا لقيتها تشوف لي شي حاجه زوينه. فريخ مسكينه البنات ميت هنايا غادي ندفعوه لقيناه مسكين. ها هو كارم هذا راه واقيلا يلاه ميت، نديروه بعدا غير هنا في الجنب نطرف قفية مسكين. جيت هنا كنقلب على شي حانوت، راه هو بالي الهام حانوت تما باغا نشارجي الانترنت، لحقاش ما عنديش الانترنت في التليفون نشارجي الانترنت وعاد نمشيو نجلس باش نجلس على راحتي. راه واحد مول الزريعة 100% غيكون عنده. ايوا يا البنات لي بنت هنا غتعرفني فين جيت. عندك الروشارج ديال الاتصالات؟ عندوش الصرف البنات تاخدينا برينجل عاد باش باعو شرا معانا. شتي الحوانت اللي كيكونوا هنا في البلايص اللي تيكونوا راقيين يضربوك تدوري جوج دورات. البنات جلسنا، هذه هي القهوه البنات اللي كنا كنجيو لها ديما عقلتها الهام كنا كنجيو لها بزاف. هي هذه كان راهي باقي يلاه عنده 5 شهور. عرفتوا البنات كنا ساكنين هنا حدا، الناس اللي عارفين عين الشوق غادي يعرفوا هاد القهوه هادي. كنا ديما فين ما نسالي الخدمه ديالي نهز ماما نقول لها يلا ونجي ونجلسوا هنايا. كاين بعض المرات كنجيو ناكلوا الكريب ناخذوا العصير في الليل وكنشدوا طاكسي من هنايا كيحطنا في الدار نيشان. وشحال توحشت نجي لها وهي راها قهوه عائليه زعما كيجيو لها العائلات بزاف 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 بزاف. كتلقاي العائلات جايين هنايا كيجيو هما وليداتهم هما كيجلسوا هنايا والجريده الجريده اللي دايره بالقهوه كيلعبوا فيها وهنا محترم بزاف بزاف. انا يعني باش كتعجبني ما كتلقايش اي واحد هنايا على العائلات الناس اللي بعقولهم وداكشي. حلو هاد برانكل برانكل سنه خانكل شحال كليت فيه ملي كنت صغيره تشبعت ما بقاش كيجيني هادشي زوين ما عرفتش علاش كنا كلشي هادشي. لا شحال دايرين فيه شوفي شويه راه كثرين فيه بزاف البنات كثرين كذبه. ايوا ما علينا هاكي نص هاكي وحده ديري ديك انت وحده بحال اللي وحده وانا وحده. بسم الله
عندي قال لي ضروري تاخدي شي حاجه في ارفلانك الحار مع العزعيه الحار. الناس على منايدر هنايا زوين، وخا الطوموبيلات غاديين جايين، ولكن كتحسي براسك راكي بعدا خرجتي بدلتي ساعه اخرى. اما هكي الا بغيتي تخرجي على كازا خاصك ضروري الطوموبيل. حنا ما عندناش الطوموبيل، عزاؤنا الوحيد هو هاد القهيوات اللي تيكونوا هكا حداهم الخضيره، ما نقول الخضيره، هاد الشارع هذا هو اللي كيدير سيدي معروف البنات. يا سلام على فاماغوستا، ايام فاماغوستا واحد كيدفن راسو في الخدمه كينسى انه بعد مرات يعني مره يخرج يفوج على راسو ويحيد شي فين يجي شي، كيف ما كنقولوا حنا المغاربه. شكرا ربي يخليك. الله يحفظك. ها صوركم صورنا واخا لا بغيتي تعالي الى بحدايا هو السيد غادي يجي يصورنا ياك، واخا شديتك ماشي مشكل. ماشي مشكل انا الله يودي، ولكن غادي نحسب لك عصير ياك واخا اللي بغيتي يكون عصير زوين. الناس خدينا عصير بلا سكر واخا سيدي. شكرا لا دابا غنعاودوا الفيلم من دابا غير فيلم من دابا سير سيدي واخا اللي بغيتي واخا فين غتصيفطني الصكاع. المغاربة كلهم كيتفرجوا فيك دابا. سهل عليك واش هنا ولا برا؟ الجالية والمغاربة ديال المغرب وكل شيء كيتفرجوا فيك دابا. هذيك العصير رخيص ياك، ودابا راه كل شيء باغي العصير دابا، اش غنديروا معاه؟ هذا الشيء وهذيك اختي هاي. الله يحفظك اخويا، الله يبارك فيك، الله يحفظك اخويا. الله يخليكم ديما انا من الاساس ديالنا حيدي من الشميشة. لا لا غندور تما. شكرا شكرا بارك الله يسهل عليك. الناس تبارك الله وصل عندي مبشورين وضاحكين ناشطين، كيعجبني بحال هاد الناس انا كيدخلوا لي الفرحه لقلبي والله القسم. المهم البنات انا خديت المونك بلا سكر والا مخدات باناشي بلا سكر. ايوا حنا جالسين كنتنشفوا على هاد العصير تنوضوا نقضيو غراضنا، حنا راه تابعنا شلاو جالسين. قال لك سيدي باغي نتقهواو يلاه. المهم البنات كنا باغيين نشريو الحلوى من الباتيسري، الساعه غادي ندير ناقص غادي نصاوب حلوى في الدار نتعاونوا انا والهام. الا ما غتصاوب الكاب كيك ها هي هزات هاد العبيدات هادو، وانا غادي نشوف نجمع المقادير من هنايا باش منها نديرو شي حاجه زوينه ديال الدار، ومنها غادي نشارك معكم داكشي اللي زعما داكشي اللي غادي نصاوبو. جينا عند عبد الرحيم لاباس عليك بخير هاني. ها هو البنات عبد الرحيم جو عنده، راه عنده كلشي، وتيا ما كان عندك ما كانش عنده راه كيجيب ياك عبد الرحيم. لا 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 من المطابع ولا من كلشي، راه كاين عنده العرارم هنايا. كاين الجديد ياك عبد الرحيم؟ موجوده كاين الجديد البنات، وجيو عنده. وحتى الا كنتو مثلا باغيين شي حاجه على مده طويله راه هو يوجدها لكم تبارك الله. راه كاين جا هنا في مارشي ديال الشريفه، راه حدا هذا ديال لادان اللي حداك، راه حدا الكتبيه البنات. تبارك الله عليك اخويا. دابا غادي نشوفوا واش غادي ناخذوا، نديروا شي حاجه ديال الجينواز الهام. غادي نمشي لعبد الرحيم نديروا شي حاجه ديال الجينواز. صافي مزيان صافي ناخذ نيس هذا الشيء اللي خاصني، شي حاجه خاصني هنا نصوبوا شي حليوه وصافي ندوزوا بها القيته. البنات ها هو الرولو اللي عندي في الدار، انا راه باقي عندي راه ما عرفتش واش فين مودر. هذا بشحال عبد الرحيم؟ 45 45 درهم. هذا البنات شحال فيه من مترو؟ كاين الابيض، انا كنفضل هذا ما عرفتش علاش كنفضله. ياك ملي كيجيو يتقداو عندك كيديو هذا؟ اه حيت هذا هذا كيعجبني، ما كيلصقش وكتصاوبي به وتعاودي. هذا كتصاوبي به وتعاودي اقتصادي. اه صافي عطيني هذا ناخذو نيت يبقى عندي. وغادي ولا كريم فريش غادي ندير شي حاجه البنات بحال شي حاجه بافاغوا، شي حاجه كيكون فيها شي مذاق شوكولا وفي نفس الوقت مونغ ولا فخيز ولا هذا. البنات العطريه ديال الكروفيت ها هي ها هي، ياك كتعطي 10 دراهم 5 دراهم اللي بغى شي حاجه فوق 5 دراهم. ديما انا ما عنديش مشكل اللي بغى اي حاجه بغيتها. ها هي البنات العطريه ديال فواكه البحر ديال الكروفيت، هذه هي اللي كان ديما كنصور بها.
ها هي البنات، هذه ديال الدجاج، هذه ديال الحوت، وانا هذه هي اللي كتعجبني بزاف. هذه كتجي في البريوات خطيره، كتجي مع الدجاج، كتجي مع الكفته ديال لاداند، كتجي زوينه. نوريكم البنات اشنو خديت. حنا راه وصلنا قبيله تغدينا، دارت لينا ماما على الكفته مع البيض. خديت البنات هادو ديال سميتو ديال نسيت نقاد الكاميرا شي شويه. خديت هادو راكم عارفين ديال الطابله القلعو ودا سميتو بالتيم ديال إلسا وأنا، وهادو حتى هما بالتيم ديال إلسا وأنا. المهم الباك راه تيكون فيه داكشي كامل، فيه هادو دوك اللعيبات ديال الدراري الصغار، راكم عارفين داكشي اللي كيبغي الدراري الصغار. خديت الشكلاط هذا ديال الكالا، بغيتو غير للزواق، واصلا حيت ما عنديش غادي ندير البنات كوكيز. كوكيز راني مشاركه معاكم، ما عرفتش بغيت تبغوني نعاودو لكم بشي فيديو، والله ما عرفتش غادي ندير باقا لحد الان ما عارفاش. خديت البنات هذا اللي هي في الدار في عين الشقر عندي، ولكن شريت واحد اخر لانني محتاجه لحقاش انا غادي ندير حلوه دايره على حساب هاد الديسك هذا. خديت لا كريم فريش، راه هي في الثلاجه، درتها في الثلاجه. هادو القبعات، هذا البنات هاد الرولو ها هو، ما عرفتش انا شحال فيه من مترو، ما قالش لي شحال فيه من مترو، ولكن هذا راه حبيب ويتعاشر. والرولو ملي كديريه راكي كتعاودي تحطي فيه عاوتاني تطيبي فيه، ما كي يعني كتستعمليه 4 5 المرات. حنا مع الحاجه الاقتصاديه ولي دوم لينا. خديت هاد لاغوم ديال الفريز، ولكن ما لقيتش الفريز، لقيت صافي خديت غير المونغ، ولكن غادي ندير واحد واحد ما عرفتش يقولوا ليها دوك الناس اللي تيغنيو، والله ما عرفت، ملي تيبغيو يزاوجوا ما بين لحن ولحن، والله ما بقيت عاقله. المهم خديت جيلاتين، هادو ديال النفاخات بالحروف، ماشي نفاخات، هادوك اللي تيكونوا تيتعلقوا. ها هو راه عطاني على جوج مرات، ما عرفتش واش مخلص فيهم بجوج ولا الله اعلم. المهم داكشي اللي قال لي عندك راه خديته. خديت هذا السكر الاسمر على حساب الكوكيز والنفاخات. ها هو البنات درتهم في الثلاجه. خديت الزبده ولا كريم فريش، هذيك راه واحد الحراقيه. وخديت شويه ديال السوريز باش نزين، وخديت المونغ، غادي نديرها ان شاء الله بالمونغ، كتجي بنينه حتى بالمونغ. وغادي نبدا البنات باسهل جينواز على الكره الارضيه. بالنسبه للسنيده غادي ندير 4 ديال المعالق ديال السنيده. غادي ندير البنات 3 ديال البيضات، يكونوا قد ما يكونوش كبار، يكونوا موين. غادي نزيد عليهم صاشيه ديال الفاني. بالنسبه لهاد الجينواز راه كلشي البنات درتو في ليله مليحه، وغادي نطرب حتى غادي يولي بيض، وغيتضاعف الحجم ديالو على 4 ولا 5 ديال الاضعاف كيف ما كتشوفوا. ضروري ضروري البنات من هاد المرحله ولا بد. من بعد غادي ناخذ 4 ديال المعالق ديال الدقيق، والخامسه غتكون عامره ديال النشا ضروري باش تنجح لكم الجينواز وتجيكم خفيفه ورطبه وزوينه وكتعض كتذوب في الفم. من بعد غادي نخلطهم مزيان، وغادي نجيب هذيك الشبكه اللي كتغربل فيها الدقيق، ضروري من الغربال ولا بد. النص الاول كنخلطو هكاك بالسباتول غير بشويه باش ما نهرسش هذاك البيض اللي خفقت، يبقى عندي هكاك داير بحال الثلج باش يبقى محافظ لي على القوام ديال الجينواز. والنصف الثاني بحال هكا، وكيف ما كتشوفوا كنهز من تحت للفوق. شوفوا البنات القوام كيفاش بقى، بقى هكاك شاد في راسو، ماشي تميه وطاح، بقى هكاك شاد في راسو. زدت عليه نص خماره ديال الحلوه. هنا البنات يمكن لكم تضاعفوا المقادير، انا بغيت غير طبقه واحده اللي بغيت فقط. خديت واحد الموله البنات اللي تقريبا القطره ديالو واحد 22 سنتيم، ودهنته بالزبده وغلفته بالبابي كويسون. وبالنسبه للفران على درجه حراره 160 يكون بارد، خدمته هكاك غير من التحت، وانتم حاولوا عليها البنات، انا راه تحمرت ليا من التحت
وعادة بديت كنصاوب فيها عادة عالجتها. نتوما حاولوا لان هاد لاباط كيف ما قلت لكم البنات 160 درجة من التحت، ماشي من الفوق ومن التحت، من التحت حتى كيتحمر من الجناب، وعادة كنشعل عليه من الفوق باش يتحمر من الفوق. غير هي البنات ديروا شي طاوة تكون ثقيلة تحت من هاد الطاوة هادي اللي فيها الجينواز باش ما يتحرقش لكم او لا ما يتحمرش لكم بزاف كيف ما وقع معايا انا. فانا ما بغيتش نضعف المقادير وتجيني بحال الشكل ديال الكيكه، انا بغيت غير طبقه وحده باش ما يضيعش ليا شي لاخر اللي غادي يبقى شايط. هادي ديال ثلاثه ديال البيضات يكونوا صغار. بالنسبه لبغيتو تضعفوا المقادير ديروا خمسه ديال البيضات وضعفوا المقادير الاخرين. فهنا كيف ما كتشوفوا البنات هنا راها تحمرت ليا، وعاده كررت هذاك التحمار وخليتها شويه هكاك لان الفران عندي مجهد بزاف بزاف. مهم درتها في داك المول اللي القطر ديالو حتى هو درت على حساب الجينوازة اللي دايره، وسقيتها بجوج ديال العصر ديال جوج ديال الليمونات باش كيجي المذاق ديالها بنين. من بعد البنات خديت المونغ مونغا وحده، وبلا الا بغيتو ديروا الفريز ديروا 200 غرام ديال الفريز، انا قلبت على الفريز ما موجودش في هذه الوقيته، وطحنوها اولا طحنتها حتى كيولي مطحون مزيان كيولي عباره عن سائل. هذا البنات غادي نديروا البافاروا ديال المونغ كتجي بنينه بنينه. خليت 150 غرام ديال القشده الطريه طلعتها بالباتور وما طلعتهاش مزيان مزيان، كنخليها شويه كتبقى شويه سايحه لانني غادي نحتاج باش نخلطها مع داك المونغ. من بعد البنات خديت جوج ديال الورقات ديال الجيلاتين خويت عليهم الماء. البنات بالنسبه للجيلاتين نصيحه حتى الاخر عاد خويو عليه الماء بارد لانه كيذوب دغيا، واخا الماء بارد دابا الحال سخون كيذوب دغيا. من بعد البنات خديت هذاك المونغ زدت عليه القياس ديال السكر اللي كيعجبكم، ماشي حنا ماشي مشروط علينا السكر يكون بواحد المقدار، فانتوما شوفوا شحال ديال الحلاوه كتعجبكم. زدت على هذاك المونغ ودرته في البوطه باش كيغلي، غير كيغلي كنحيدو. غادي نزيد عليها البنات هذاك الجيلاتين، جيلاتين البنات حلال. ها نتوما البنات الخطا اللي طحت فيه انا ما طيحوش فيه نتوما، خليوه حتى الاخر وديروا الجيلاتين خويو عليه الماء. من بعد كنخلط مزيان 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 حتى محدي كنخلط، وانا كنبرد في داك الخليط ديال المونغ لان ملي غادي نخلطوه مع داك القشده الطريه باش ما يطيحهاش لينا. وغادي نخلط مزيان مزيان بالباتور كيف ما كتشوفوا، كنخلط مزيان مزيان بالباتور وغادي نخويه على هذاك الجينواز كيف ما كتشوفوا. وغادي نديرو في الفريغو اولا في الكونجيلاتور يجمد لمده ديال نص ساعه، راه غير نص ساعه البنات كافي انه كي يجمد باش غادي ندير عليه الطبقه الاولى الطبقه الثانيه ديال كريم انغليز حتى هي اللي غادي تشوفوا دابا الطريقه ديالها. كناخذ هنا ثلاثه صفار ديال البيض زدت عليهم جوج معلقات ديال سنيده، خديت كاس ديال الحليب زدت عليه جوج معلقات ديال سنيده، وخديت الفاني زدت على داك الصفار ديال البيض. هذه البنات كريم انغليز اللي كنصاوب دابا، كنطرب مزيان مزيان حتى كيبياض هذاك الصفار ديال البيض، وكندير الحليب حتى كيغلى. من بعد ما كيبياض هذاك الصفار ديال البيض مع السنيده والفاني كنبدا نخوي في الحليب بشويه بشويه، وكيف ما قلت لكم البنات كنبدا نخوي في الحليب بشويه بشويه على هذاك الصفار ديال البيض بالمساعده ديال الباتور، كنبدا نطرف فيه مزيان مزيان. من بعد كنرجعوا الكاسرونه البنات وكنديه باش كنبقى هكا كنحرك فيه فوق العافيه حتى كيختار، ماشي كيختار كيولي ثقيل لا، كيختار ما هو خاطر ما هو خفيف. انتم غتشوفوا كيفاش غادي يكون باش غادي نعرفوا راه اختار. كناخذ سباتول وكنهزها وكندير واحد هكا بحال هاد الحركه اللي شفتوني دابا درتها، الا هبط السائل بحال هكا بحال هكا خاص يكون واحد الشريط، الا تكون داك الشريط اللي شفتوني درت دابا راه واجده. من بعد كناخذ واحد جوج ديال الجيلاتين ورقات الجيلاتين درتهم في الماء، وغادي نديرهم على هذيك الكريم انغليز ونخلط مزيان مزيان باش يذوب هذاك الجيلاتين، وغادي نصفيها ونخليها حتى غتبرد مزيان عاد باش غادي نزيدها على 150 غرام ديال القشده الطريه اللي طربتها حتى هي، وغادي نخلط الكل جيدا جيدا جيدا.
من بعد غادي هنا راني جبت هذاك الحلوه من الفران كيف ما كتشوفوا من عفوا من الكونجيلاتور كيف ما كتشوفوا راها جمدات وماشي جمدات 100% غير هي شدات في راسها. نزيد عليها الخليط الثاني ديال الكريم اونغليز مع القشده الطريه ونسرح مزيان مزيان نسرح مزيان مزيان البنات وغادي نرجعها للكونجيلاتور باش تبات ضروري باش تبات باش تجمد ليا مزيان 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 ما نلقاش معاها حتى شي مشكل. طبيعه الحال كنغطي بالسولوفان اولا بالفيلم اليمونتير وعاده باش كندخل اما الثلاجه ولا الكونجيلاتور باش ما تشمش. هنا البنات غادي نحتاج بالنسبه للجليكوز هنا بالنسبه للغلاساج ميغوار غادي نحتاج البنات 150 غرام ديال الجليكوز 75 غرام ديال الماء 150 غرام ديال السكر غادي نحتاج 80 غرام ديال الحليب المحلى المركز غادي نحتاج 4 ديال الورقات ديال الجيلاتين اللي غادي نديرهم في الماء غادي نحتاج 100 غرام ديال الشوكولا البيضاء. درت الماء زائد السكر زائد هذاك عفوا الجليكوز درت هذيك سباتول في الماء باش يسهل عليا داك الجليكوز باش يهبط درتو باش يغلي. هنا رفقت بكري بكري البنات عرفتي فقت دايخه بلا فطور. غادي هنا من بعد ما غلى زدت عليه الشكلاط وغادي نحرك مزيان حتى غيدوب ليا داك الشكلاط مزيان مزيان مزيان. من بعد غادي نزيد عليه هذاك الحليب المحلى المركز. هادي البنات هاد الكلاصاج كيجي رائع 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 وكيجي بنين. بالنسبه للسكر راه تقدروا تنقصوا من كميه السكر الا جاتكم كثيره. صافي هنا كنخلط مزيان 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 وكنزيد هادوك 4 ديال الورقات ديال الجيلاتين ونخلط مزيان حتى يذوبوا وعاده باش نزيد هذاك الروح ديال الفريز. هذه كلها دايره 5 دراهم خويتها كامله ما بغيتش ندير الملون ديال اللون الاحمر ما عجبنيش نديرو قلت صافي اما كون درتو غادي يعطيني واحد اللون اللي احمر احمر مزيان مزيان. من بعد غادي ناخذ الباتور وغادي نباطي مزيان باش ما يبقاوش شي حبيبات ديال الشوكولات ولا شي حاجه هكا زعما غريبه. وغادي ناخذ الشبكه وغادي نصفيه. شفتوا البنات القوام ديالو كيفاش كيكون هكا كتصفيه وكتخليه يبرد على جنب ماشي يبرد حتى يجمد هو راه كيجمد غير يدفى باش ما يخسرش لك الحلوه اللي كتكون بارده اللي كتكون من الثلج ما يذوبهاش ليك. فكيف ما كتشوفوا راه كيبرد دغيا اصلا ملي كي يتضرب بالباتور راه دغيا دغيا كيبرد. فهنا علاش انا درت لي من الفيلم اليمونتير على قبل باش ما نحتاج لا السوشوار لا حتى شي حاجه دغيا دغيا كيتحل كيتهز هذاك الاطار ف يعني كتبقى واحد الفكره اللي حسن من ان اما داك البلاستيك البنات راه كيتحيد دغيا دغيا. صافي البنات وغادي نسقي هنايا بداك الكلاصاج ميغوار تقدروا ديروه بجميع الالوان اللي بغيتو هذاك ماشي شرط. صافي البنات هنا خديت واحد الصينيه وحطيت عليها الحلوه وبقيت كندير هذاك الكلاصاج كنهزو وكنخويه على الجنيبات اللي هما ما تحمروش. فعرفتوا البنات هاد الحلوه راه دارت في واحد الوقت قياسي زينتها بهاد الشكل تقدروا تزينوا باي شكل بغيتوا باي نوع بغيتوا. هنا درت اللوز كان عندي شويه اللوز والفيتين درتهم بجوج وهذا الشيء اللي كاين البنات. وهنا البنات بعد ما كملت هذيك الحلوه ودرتها كتبرد دزنا باش نفطروا. جا عمي جاب معاه الفطور ايوا جلسنا قلت ليه درتي فينا خير فكرتينا في الحسوه حيت هو عزيزه عليه قال الهام ديري ليا الحسوه ايوا البنات فطرنا وكل وناضج. المهم البنات خاتكم يلاه ساليت عرفتوا البنات ديك الحلوه ما عرفتش كيفاش حتى وجدات ما عرفتش زعما كيفاش حتى وجدات. في الاول كنت باغا نشريها شي شويه جايين راجعين في الطريق انا واختي راجعين قالت لي ندخلوا الالهام ندخلوا ولا نمشيو نصاوبوا وحده نتعاونوا عليها ونصاوبوا الساعه صدق تصاوبها بوحدي حيت الالهام عندها حتى هي شي حاجه عندها واحد الكاب كيك حتى هي كديروا زوين بغينا نديروا. انا غادي نستريح شويه نوض ندير كوكيز باش ان شاء الله حتى العشيه عاد نوجدوا العيد متى نتغداو كاع شي حاجه هكا بسيطه نفرحوا بها بنت خويا عزيز الوليدات اللي تيكونوا والديهم.
هم مفروقين صراحة، تيكونوا دايخين ما بين عائلة الأب وعائلة الأم، ما كيعرفوش شكون يولفوا هاد الطرف ولا هاد الطرف، خصوصا إلا كان شي طلاق اللي مثلا أو لشي انفصال اللي صافي البنت أو المرأة كتدي معها ولادها وكتشي مثلا تسافر ومكيبقوش زعما عمامهم يشوفوهم ولا عماتهم. فقلنا باش هاديك الولد هاديك البنت يبقى واحد ذكريات زوينه ليها معاه، تبقى تشوفنا وتشوفنا يعني وتكبر ويكونوا شي ذكريات اللي زوينين اللي تشوفنا وتفكرهم، نكونوا عزاز عليها. حيت الوليدات ملي تيكونوا صغار كيعقلوا على الزوين داكشي الزوين اكثر من اللي كيكبروا وكيدار معهم شي جاس زوين. يعني نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا ديال شوفوا الهالات. البارح ما نعسش بكري واليوم فايقه بكري باش يلا نخوي الكوزينه الالهام تدخل هي حتى هي مسكينه تصور، حيت جات عندنا هنايا ومسكينه حتى هي فرطت في القناه ديالها. كتسولوني على القناه ديالها غتلقاوني حاطاها لكم في صندوق الوصف، نتمنى انكم تدخلوا وتشجعوها. وانا عارفكم ما غاديش تحشموني من القديم، ما غاديش عارفه المعزه ديالي عندكم. فرجع للموضوع ديالي، فالبنت كتجي عندنا مره ماشي ديما، يعني بالشهور كتكون عند امها وكيجيبها خويا عندنا مره شحال هذه مسكينه ما جات. وصافي فكرنا اننا نفرحوها بديك الكلمه ديال عيد ميلاد، قلنا لا غنديروا لك عيد ميلاد. عرفتوا شحال فرحات بزاف وتبوس وتعنق وتمشي عند الا متعنقه وتمشي تجي عندي فرحانه. البارح حطينا العشاء وتقولنا وفين هو العيد ميلاد اللي قلتوا ليا، عرفتوا خلاتنا كنموتوا بالضحك. صافي وقلنا حيت حنا ميمكنش غادي نديرو الحلوه في نهار وعيد ميلاد في نهار، حيت كنت البارح بغيت النهار اللي غنشري فيه الحلوه هو اللي غندير فيه ديك هكا العيد ميلاد ليها. ولكن ملي غادي قلت صافي ملي غنصاوبها في الدار نهار ديال الحلوه وعاد نهار ديال ديك العيد ميلاد. فنتمنى انكم تكونوا فهمتوني. دابا غادي نعيط عليها باش تجي تسلم عليكم الا ما حشماتش، هي كتحشم بزاف، هي ما كتحشمش من ورا الكاميرا ولكن قدام الكاميرا كتحشم. يلا ها جا إيناس سلمي على البنات. ها هي النوس الشعر الذهبي، سلمي عليهم. كدارين بخير هانين كل شي بخير، انا إيناس طويل وجيت عند عمتي وجيت عند جدتي. حافظ الدنيا وكان قرا في العرفان وفي الفردوس قريت فيهم بجوجهم. عرفتوا البنات راه والله ما قلت لها شي حاجه جات سرسرت صدماتني. شكون قراك هادشي؟ ها شكون قراك هادشي؟ استاذة. لا شكون اللي قراك؟ شكون اللي قالت لك ماما قولي ليهم عرفيهم على راسك؟ هذا قلت لا ماما اللي قالتها لك، قالت لك عرفيهم على راسك. ها هي عرفاتكم عليها هي وشعرها. سلموا على ايناس وسلموا على شعرها حتى هو معاها راه ما مدراش البنات. ها هي ايناس زوينه اليوم. اليوم شكون اللي غادي شكون اللي غيدير عيد ميلاد؟ انا. انتيا يلا غتديها ماما على قوت الله اكبر. دوشت لك ماما؟ ايه. غسلت لك شعرك؟ ايه. باش نصوب لك شعرك على قوت الله اكبر. وسال الاذان ياك؟ اه. البنات غادي نختم معاكم هنا، ما تقولوا لهم والو. صافي داكشي اللي عندي قلته. لا ما تقولش لهم بالسلامه عليكم تنطلقوا في الفيديو الجاي. شوفوا القندورات، شوفوا القندورات. انا اللي وليت طيابه بس انا نقول. يلا واه يا مهمتي مهمتي. سمعتوها زعما بغات تقول لكم على مالي انا هي انتي اللي كطيبي زعما غادي باش نقول لهم زعما بسلام عليكم حتى الفيديو الجاي. واش غنقول لكم البنات هاد الوليدات الصغار والله القاسم الا هاد الهضره تقولوا منين كتجيهم. انا ما عرفتش انا واش كنت بحال هكا ولا ما عرفتش، كتقول لي ماما راك كنتي فيك الهضور ولكن ما كنظنش لهاد الدرجه. يلا وقولي لهم بسلامه حتى الفيديو الجاي ونطلعوا. عاوتاني قلت لي من انا نولي الطيابه. لا حول ولا قوه الا بالله. انت اللي خاصك تقولي لي واحد، انت اللي طيابه. انا اللي طيابه. طيابه فين؟ في الكوزينه. في الكوزينه. المهم البنات غنحبس معكم فيديو هنايا وغادي نقول لكم. كتسكت لينا فمنا. كيفاش كتسكت لكم فمكم؟ زعما كتبغي تصوري الناس كتسكتي لينا فمنا عاد باش كتصوري. كنقول لهم سكتوا حتى حد ما يدوي حتى حد ما يهضر، خليوني باش المتابعين ما يسمعوش التوشويش.
داكشي علاش البنات كنسد الباب وكنسد الشرجم، ولكن ما بقاش نسد الباب من النهار اللي وقع لي ديك الواقعه. غادي نحل الباب على مصراعي. المهم البنات غادي نخليكم ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي، فيديو جاي ديال عيد الميلاد باش ما يجيكمش يعني داكشي طويل. يلا بنات السلام عليكم.